هذا يسأل يقول هناك من يشتغل ليلا أحيانا مثل الخباز إلى ساعة متأخرة بحيث يصبح الظهر، بحيث يضيع الظهر والعصر بسبب النوم إذا رجع. يا أخي المؤمن ما يضيع نفسه كذا، يصير مثل البهيمة يفني حياته للعمل في الدنيا ويترك عمل الآخرة. لا، المسلم يعمل في الدنيا، ما يخالف، يعمل ويطلب الرزق، لكن ما يضيع آخرته، يضيع صلاة الظهر وصلاة العصر. وش بقي عنده إذن؟ ما بقي عنده شيء، ولو جمع الدنيا كلها ما هي بشيء. إذا ضيع الظهر والعصر وش بقي عنده؟ لماذا هو حي؟ فعلى المسلم أن يحافظ على دينه، والذين هم على صلواتهم يحافظون. حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. المسلم يعمل يطلب الرزق، ولكن إذا جاء وقت الصلاة ترك العمل وذهب للصلاة، وإذا انتهت الصلاة يرجع لعمله، فيعمل لدنياه ويعمل لآخرته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني المساجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعلى المسلم يحافظ على دينه، لو أدى الأمر إلى أنه يقدم حياته لأجل دينه، يقدم حياته لأجل دينه، يحافظ على دينه، ولو قتل ولو ضرب ما يخلي دينه أبدا، ما يتخلى عن دينه، يضيع العصر والظهر، هذا التخلي عن الدين، هذا تضييع الدين. نعم.